كله تيجي واحدة تعمل فيه كده. طب ومرات اخوك عاملة ايه بقى؟ مرات اخويا كان كاتب لها كل حاجة، بيع وشراء، شهر عقاري، برضك مش حاطة تديها حقها. هي بتستغل النفوس الضعيفة، تعمل اي مشكلة عشاني، تبعت ناس ورايا لحد باب البيت. حصل مشكلة قبل كده وكنت اروح فيها. يعملوا معاك ايه؟ يعني خط على الدماغ. ما هي تورثني، ايمان تورثني، لكن انا ما ورثهاش عشان هي عندها ولدين. ده كل فكرة تخبطك على دماغك؟ عادي جدا. وعملتها، حصل، بس جابتها في المحامي في شهر 4. ازاي جابتها في المحامي؟ كان معايا قرار بعد تم عزلها من النيابة الحزبية، تم عزل إيمان فايز وتعيين الوصية نهاد علي عبد الواحد ومديرة على المال اللي هي والدتي. طبعا والدتي مش بتاعت مشاكل فما نزلتش. الاسم طبعا كان كويس جدا، نزل معايا بالقرار ان المجلس الحزبي بعت للاسم تشميع العقار 9 و11 و13 شارع 7 قاعات البحرية الموسكي الجمالية وتسليمه لوالدتي وبطرد الناس اللي فيه. والدتي هي المسؤولة. طبعا عملنا كده وبشكر طبعا الاسم. بس في حاجة، إيمان بعد ما شمعنا العقار تاني يوم تهجمت على العقار كله واضطردت بره، مبقاش ليا حق ادخل، ولو دخلت حلفة تعمل فيها اي حاجة. مالكش حق ايه؟ انت ازاي مالكش حق؟ ازاي انت بالفعل تشمع كسرت الشمع وعملت لها محاضر؟ انت ملكت بحكم القانون. ما هو ملكت بحكم القانون، بس هي استغلت الناس اللي بتساعدها على ذلك عشان ما اخدش حقي باي شكل. ازاي؟ كانت عاوزة تعمل لي تحليل دي ان ايه في حياة اخويا، واخويا منعها ومنعني عنها لان هي طلبتني وكانت عاوزاني اجي لها البيت تاخد بقى عينة من شعري، بصمة ايديا. المهم لو تدفع. سكة من الفاضي ده. تمام. ده تشويه وتغويش، وهي باين القصة من اولها، هي عايزة تستحوذ على كل حاجة. اكيد. اخوك مات، قالت هي كمان بقى تخبط فيك. هي بقى استخبطت فيا عشان هي اللي معاها الفلوس تعرف تعمل اي حاجة، واستغلت النفوس الضعيفة دي ليا. انت امك زوجة لابوك، انت الناس كلها تعرف ان امك زوجة لابوك، انت لحد ابوك ما مات اخوك كمل بعديه وبيبعت فلوس ليك ولاخوك لامك، بطاقتك على اسم ابوك، شهادة ميلادك، ده كله بقى الخارج ده، دي محاولات فارغة ملهاش تمن. طيب تشكيك بقى في نسبك، دي محاولات، ده الطمع اللي بيتحرك. انت واقف فين دلوقتي يا عبد الرحمن؟ انا واقف بره محلات ابويا، ممنوع ادخل. ليه؟ بالغصب، بالضرب، بالإهانة. مش هتدخل يعني؟ مش هتدخل. ازاي؟ مين قاعد في حلقة ابوك؟ هي اللي قاعدة. هي اللي قاعدة في الموسكي؟ هي اللي قاعدة بالناس اللي معاها. ولاد عمامك فين؟ ابوك ده ملوش اخوات؟ كان ليه عم بس توفى في 2015. ليه؟ ابنه ما بيحبنيش ومش بيقول ان انت ابن فايز، وبيعمل معاه مشاكل برضه وبيساعد على ذلك. بيساعد بالتعم؟ اللي هي بنت خالته برضه في نفس الوقت. اخين متجوزين اخ، اختين. حتى امها ما كانتش بتحبها بعد ما كانت بتساعدها، تعبت. واللهم لا اعتراض، انا مش هتكلم في مرض، بس هم كانوا عاوزين ابويا يقعد على كرسي، استغلوا ده وقالت بنتي خلاص اتسعرت، الفلوس لحست دماغها. كانت بتتعالج زمان عند دكتور نفساني عشان هي طماعه، تحبش الا الفلوس، ما عندهاش مشكله لو تبيع عيالها تصاد الفلوس. اصلا عيالها اصلا ما تقفش معاهم، عمري ما شفت عيالها دول معاهم الا لو في مناسبه راح ينساوا. غير كده اصلا هي مش مشكله تعمل اي حاجه، دي ترمي عيالها صاد ان حد بس يفكر يخش ايه ياخد حقه. التجار اللي حواليكوا في الموسكي، التجار فيهم بيساعدوها، ومنهم تاجر ضرب المحامي ده. يعني اب واخ ماتوا ليكوا كم؟ انت وارث، مرات اخوك وريث، مرات ابوك وريث، هي وريث، ازاي واحد يستفرد والتلاته دول بره؟ هي بتستغل للاسف الناس اللي اكبر مني ومنها. بتستغل مين؟ ده قانون، ده شرع. ما هي اعترضت على القانون وكسرت المحلات ودخلت. مين بيساعدها؟ محمد كان ده اللي كان بشوفه في كل اسم بعمل محضر بيساعدها. كل ده
ومعاهم صورة مع بعض، وهي كانت بتجيب له لمؤاخذة هدوم. بص حضرتك كمان، كان أيام أخويا كانت بتعمل إيه؟